مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. أخبار متنوعة كثيرة جدا معانا النهاردة في الجانب المحلي والجانب العالمي، وكمان فيما يتعلق بأخبار نادينا العظيم النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد اللؤوسي، الناقد الرياضي بالأهرام، وهنتكلم في أمور كثيرة جدا في الجزء الثاني من حلقة كلام في الميديا النهاردة. قبل ما نتكلم في حاجات كثير قوي قوي قوي، خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الخطيب يبحث مشروعات مستقبلية مع محافظ الأسكندرية. عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات رحلة غينيا الاستوائية. ربيعة يغيب عن المواجهة الإفريقية. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع لاعب اندرلخت البلجيكي. جمعية عمومية في الجبلية لتعديل لائحة النظام الأساسي. صلاح ضمن المرشحين للتشكيل المثالي في 2019. وبرشلونة يواجه أزمة هجومية، وديمبلي يكشف أسباب رفض عرض باريس. في الحقيقة من ضمن الأخبار المهمة جدا واللي عايز أبتدي بيها حلقة النهاردة، كان في زيارة اليوم صباحا للكابتن محمود الخطيب لمدينة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية بالتحديد في مقر المحافظة هناك في المدينة. الزيارة دي كانت مهمة جدا جدا في الحقيقة لمناقشة المشروعات المستقبلية داخل مدينة الإسكندرية بالتحديد بالاشتراك مع النادي الأهلي. ده شيء مميز جدا، فبالتالي أنا عايز أقرأ لحضراتكم الخبر ده، لأن الخبر ده في جوانب غاية في الأهمية وغاية في السعادة اللي ممكن يكون فيها طبعا الإسكندرانية بالتحديد الأهلوية اللي هناك، لأن احنا عارفين إسكندرية مليانة بالأهلوية هناك بصراحة. فبالتالي استقبل الدكتور عبد العزيز كنسوة محافظ الإسكندرية صباح اليوم بمكتبه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ودار حوار مطول حول سبل التعاون بين النادي والمحافظة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في إطار سياسة النادي الأهلي للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام، وده مهم جدا وضروري. الأهم بقى اللي جاي ده، وشهدت الجلسة حوارا مثمرا جاء في مقدمته رغبة الكابتن محمود الخطيب في تدشين فرع جديد للأهلي بمحافظة الإسكندرية، حاجة جميلة جدا في الحقيقة لإسعاد جماهيره واستكمالا لسلسلة فروع النادي السابقة، والعمل على التواصل مع محبي النادي في كل مكان. لا أنا هقف هنا، دي حاجة غاية في الأهمية بصراحة. يعني النادي الأهلي ممكن يبقى عنده فرع خامس، احنا كنا كده داخلين في فرع الرابع اهو مش شغالين فيه بتاع التجمع، وبصراحه شيء مميز جدا. لكن انت كمان بتفكر انك يبقى عندك فروع في محافظات، ما بالك محافظه مهمه جدا جدا زي محافظه الاسكندريه في الحقيقه. فكابتن محمود الخطيب تمنى وطلب ان يكون في فرع النادي الاهلي هناك، والطلب ده يعني تم استقباله بترحاب شديد جدا من قبل المحافظ في الحقيقه، علشان يكون مكان لجماهير الاهلي في اسكندريه والاعضاء النادي الاهلي في اسكندريه، مقر جديد ان شاء الله باذن الله للنادي هناك. فبالتالي بالمناسبه يعني الموضوع ده الناس بتحاول تقارن وتحاول تعمل شكل او نوع من انواع المنافسه ما بين الاهلي ومختلف الانديه. لا الموضوع يا جماعه فيه فروقات كبيره بصراحه من اللي احنا بنشوفه ده بصراحه كده، لا فيه فروقات كبيره. النادي الاهلي داخل باذن الله بعد ما يخلص الفرع الرابع شكله كده باذن الله هيكون في فرع خامس فين؟ في اسكندريه، وممكن يبقى تلاقي فرع سادس وسابع كمان في مدن اخرى يعني في مصر، وخصوصا احنا عارفين جمهور النادي الاهلي متواجد في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه، وفي الحقيقه مش من جمهوريه مصر العربيه بس، في الوطن العربي كله يعني. ورحب الدكتور عبد العزيز كنسوة برئيس الاهلي، واكد على ان رغبه الكابتن محمود الخطيب في التعاون مع المحافظه امر يسعده ومحل اهتمام وتقدير كبير، لا سيما انه يتعلق بالنادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، كما ان التعاون خطوه ايجابيه لخدمه الرياضه المصريه، وانشاء فرع جديد للاهلي بالاسكندريه يبقى مرحله مهمه لتوسيع القاعده الرياضيه والاهتمام بالناشئين والبراعم للالتحاق باللعبات المختلفه. وشهدت المقابله
التي جرت في أجواء ودية بمقر المحافظة في حضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ والدكتور إسماعيل العدلي المستشار الهندسي للمحافظة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي حوارا في اتجاهات عديدة بما يخدم المصلحة العامة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الرياضي. وقام المهندس سامح علي كامل بشرح الرؤية الهندسية لما تحدث في رئيس النادي من مشروعات مستقبلية مع محافظ الأسكندرية. دايما مجلس إدارة النادي الأهلي. النهارده كان في مران ابتدى بالتحديد في تمام الساعه 5 مساء وفي جوانب عديده ركز عليها المدير الفني الجديد. عشان نقرب من الصوره بشكل اكبر خلينا نروح لمخرج قناه النادي الاهلي محمد دكروري ومراسل القناه في هذه اللحظات باستاد مختار التتش. يا دكروري مساء الخير عليك. طيب فصل الخط هنحاول نجيب دكروري تاني عشان يقول لنا اخر اخبار مران الأهلي النهاردة. تدريبات في الحقيقة كلها مهمة ليه؟ لأن عندك جهاز فني جديد، جهاز فني جديد ده بيحاول يقيم اللاعبين بشكل جيد، يقف على بعض المستويات، يشوف الجانب البدني، الجانب الفني واصل لحد فين بالنسبة لكل لاعب، وده شيء مهم. طب رجعنا لمحمد دكروري مرة تانية. دكروري مساء الخير عليك. مساء الخير يا أمير. على كل تحياتنا ليك يا دكروري، عايزين نعرف منك آخر أخبار مران الفريق النهاردة. بدأ المران يا أمير بأول حاجة كان في محاضرة للعيبة مع كابتن أستاذ عبد الحفيظ وغرفة ملابس اللعيبة، وبعد كده بدأ المران بمحاضرة للمستر رينير فايلر. بعد المحاضرة كان في جري حول الملعب مع مستر توما وبعض التدريبات اللياقه البدنيه، بس معدل التدريب ابتدى يخف شويه في اللياقه البدنيه. بعد كده المران شهد تقسيمه ما بين فريق الازرق وفريق الاحمر، تالق في تدريب قفشه وصالح جمعه واحمد فتحي من الجانب الازرق، وتالق من الجانب البرتقالي الاورنج، وتالق من فريق الازرق عمرو سوليه وحمدي فتحي وحسين السيد.
وطبعا شاهد مستر مايكل مدرب حراس المرمى تدريبات مكثفه، والنهارده كان بيركز على الكرات العرضيه مع الضغط على حارس المرمى وهو بيعمل البيك اوف بتاعه. كان النهارده تركيز من مستر مايكل يانكوني على التدريبات خصوصا العرضيات. كويس، ده مع الحراس. طيب فيما يتعلق بالمصابين يا دكروري، اخر الاخبار ايه بالتحديد فيما يتعلق بوحيد رامي ربيعه؟ النهارده اكتفى بالجري الخفيف حول الملعب، ومحمود وحيد كذلك برضه اكتفى بالجري حوالين الملعب، وما زال محمد محمود يواصل تدريباته التاهيليه للعوده للمره اخرى للملعب، وكذلك كابتن فهد التمرير يواصل تدريباته التاهيليه. طيب هل تحدد يا دكروري الفريق هيسافر بطياره خاصه لغينيا الاستوائيه ولا هيكون سفر بخطوط عاديه عن طريق الوصول لاثيوبيا؟ هو حتى الان السفر بخطوط عاديه الى اثيوبيا، ثم ترانزيت في اثيوبيا، ثم الى غينيا الاستوائيه. طيب فيما يتعلق بالمباراه الوديه، هل تم تحديد موعد للمباراه الوديه خلال الفتره اللي جايه؟ لا، ما فيش اي تحديد موعد. بسؤالنا للكابتن سيد عبد الحفيظ لن يتم تحديد موعد للمباراه الوديه. طيب نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا زميلنا العزيز مخرج قناه الاهلي ومراسل القناه في هذه اللحظات ملعب مختار التتش، واللي قال لنا كل الاخبار اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نستفيض في كل اخبار الصحف والمواقع واللي بالتحديد اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده. يلا بينا. نروح نشوف أخبار الأهلي في الجرايد، يلا. الأخبار، فايلر يطلب الاطلاع على تقرير لاسارتي في الأهلي. الأخبار المسائي، فايلر يدخل الأجواء، المدير الفني للأهلي يدرس تقارير قمصان ويتعهد بفرصة لجميع اللاعبين. الأهرام، فايلر يضع اللمسة الأولى لشكل الأهلي الجديد قبل مواجهة كانو سبورت. المدرب السويسري يطالب مباراة ودية، ومحمد محمود يقترب من العودة للتدريب. المسا، بوفرمان من فايلر، لاعبو الأهلي يخلعون عباءة لاسارتي. السويسري يحرر أداء اللاعبين في الملعب ويطالبهم بالإبداع والإمتاع، استغلال العرضيات، الانتشار الجيد في منطقة الجزاء، تعليمات خاصة لوليد وفتحي والشحات وقفشة. روزال يوسف، توم كروز الأهلي، فايلر يستخدم السياسة الناعمة مع لاعبي الأهلي، المدرب للاعبين، سأمنح الفرصة للجميع. الوطن، منافسة شرسة بين الشناوي وإكرامي في الأهلي، وفايلر في صدمة بسبب المهاجمين، بحث توفير طائرة خاصة لرحلة غينيا، صفقات جديدة أمام المدير الفني والتخطيط تحسم مصير قصي. مجلة الأهلي، لمواجهة كانو سبورت الغيني، الأهلي يطير إلى ملعبه الأربعاء، حكم غيني المورد الأهلي وبطل غينيا. الجمهورية، الخطيب يرفض الصدام ويتجاهل الرسائل السلبية، الأهلوية يتحدون من أجل فايلر. الشروق، 160 ألف دولار راتب الجهاز الفني الجديد، 120 ألف دولار شهريا لفايلر، 25 ألف لسيزا، 10 ألاف لتوماس بينجلي، وخمسة ألاف لمدرب الحراس، مكافأة شهرين للجهاز الفني في حاله الفوز ببطوله الدوري ومثلهما لافريقيا. وخالد بيبو، الجهاز الجديد يتوافق مع طموحاتنا وامكانياتنا. المصور الرياضي، احمد الشيخ، ساقاتل من اجل جماهير الاهلي وساسعى للقب الهداف. اليوم السابع، الاهلي يكلف عبد الحفيظ بحسم ملف طرديه الشناوي بعد رفض العرض السعودي. طيب ماشي،
نبتدي بعض الاخبار كده اللي اتكلمت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، هنعلق على بعضهم. نبتدي بالاخبار المسائي. الاخبار المسائي بتتكلم في ايه؟ بتقول فايلر يدخل الاجواء، المدير الفني يدرس تقرير قمصان ويتعهد بفرصه للجميع او لجميع اللاعبين. مش يعني الراجل مش لسه هيدخل الاجواء، الراجل دخل الاجواء من قبل ما يخش مصر اصلا. لما بعت له الفيديوهات على حسب تصريحات طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ في المؤتمر الصحفي، قال ان احنا تواصلنا وبعتنا تقارير مباشره فور اعلان النادي الاهلي عن تعاقد مع مستر فايلر، بعتنا له كل ما يتعلق بالفريق، واكيد هو داخل الاجواء من هذا التوقيت او منذ هذا التوقيت، مش لسه هيدخل الاجواء. الراجل واضح جدا ان هو عنده معلومات كبيره عن النادي الاهلي من خلال التدريبات، 3 تدريبات النهارده التدريب الرابع على ما اعتقد ليه، فبالتالي كلام كله مهم وجيد، التواصل موجود ما بين الجهاز الفني كله بالتحديد كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عفيز مع مستر رينيه فايلر ومعاونيه، والامور ماشيه بالشكل الجيد واللي بيتمناه كل الاهلاويه. المدير الفني للاهلي يدرس تقرير قمصان، وزي ما قلت لحضراتكم التقرير خلاص مع الراجل، ويتعهد بفرصه لجميع اللاعبين. عايز اتكلم على حته يتعهد بفرصه لجميع اللاعبين، مش منطقي شويه؟ يعني انا بشك في الحقيقه في التصريح ده، يعني مع كل كامل الاحترام وتقدير الاخبار المسائيه، لكن مش منطقي ان في مدير فني هيجي يقول لك ايه؟ كلكم هتلعبوا، كلكم هتشاركوا في ماتشات، مفيش حاجه اسمها كده. اللي هيتعب في التدريبات واللي هيبذل جهد كبير واللي هيشتغل صح واللي هينفذ التعليمات هو اللي هيلعب. الفرص للجميع من خلال التدريبات، والاختيار في المباريات الرسميه من خلال المدير الفني ومعاونيه، مفيش حاجه اسمها ان كلكم هتشاركوا، مفيش الكلام ده، يعني مش منطقي خالص يعني. فهي فرصه في الحقيقه لكل اللاعبين المتواجدين في القائمه بتاعت النادي الاهلي حاليا ان هم يثبتوا احقيتهم بالتواجد داخل القلعه الحمراء من خلال التدريبات، وبعد كده الراجل يختار مين اللي يلعب، وايا كان اللي هو هيختاره في الحقيقه كنواحي فنيه لعيب جامد قوي، لكن كنواحي تكتيكيه وطلبات محدده خططيه من قبل الجهاز الفني، دي بقى اللي هيحددها الجهاز الفني، وبناء على هذه الامور هيتم اشراف بعض اللاعبين في المباريات اكيد. يعني نروح للاهرام. فايلر يضع اللمسه الاولى لشكل الاهلي الجديد قبل مواجهه كانو سبورت، المدرب السويسري يطلب مباراه وديه، ومحمد محمود يقترب من العوده للتدريب. اللمسه الاولى لشكل الاهلي برضو من خلال التدريبات، بس هتبان اكتر في المباراه الاولى باذن الله. انطلاقه باذن الله لمستر فايلر تكون مناسبه جدا لمشوار هيكون طويل يا رب ليه مع النادي الاهلي ان شاء الله. المدرب السويسري يطلب مباراه وديه، اكيد هيبقى فيه خلال الفتره الجايه محاوله لايجاد مباراه وديه للفريق عشان يبقى في صوره اوضح لمستر فايلر من خلال هذه المباراه الوديه قبل المباراه الرسميه ان شاء الله. محمد محمود يختار من العوده، وده شيء مهم جدا جدا بالنسبه لكل الاهلاويه، لان محمد محمود لعيب الناس منتظراه جدا في الملعب، وللاسف كان حظه السيء، عارفين طبعا حركه كل اللي حصل، رباط صليبي في ثاني مباراه ليه، ولعب دقائق قليله في مباراه بيراميدز، ومباراه سموحه دقائق قليله، وبعد كده خرج الاصابه في الشوط الثاني على ما اتذكر يعني. فهو خلاص شبه شفي تماما من هذه الاصابه، لكن بيبقى فيه اجراءات احترازيه شويه قبل نزوله والتحامه في الملعب بشكل كامل مع اللاعبين، تدريبات اجزاء كده من التدريبات، وان شاء الله قريبا جدا اقل من اسبوعين باذن الله محمد محمود يكون في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ولاعيب مهم قوي بصراحه. نروح للمسا. قرار من فايلر، لاعبو الاهلي يخلعون عباءه لاسارتي، السويسري يحرر اداء اللاعبين في الملعب ويطالبهم بالابداع والامتاع. يعني دي كلها امور فنيه طبعا خاصه بمستر فايلر، لكن عباءه لاسارتي خلاص الموضوع انتهى، يعني مستر لاسارتي كان متواجد فتره من الفترات مع النادي الاهلي، ممكن اللاعبين يكونوا متاثرين باسلوبه في الملعب شويه، لكن ده دور المدير الفني الجديد ان هو يحرر اللاعبين من طريقه معينه او اسلوب ما كانوا تعودوا عليه خلال ادائهم في ارضيه الملعب. وفي الحقيقه موضوع ان انت تحرر اللاعبين وتخليهم يبدعوا ويمتعوا بخلاف الجوانب التكتيكيه، يعني انت دلوقتي ايه؟ انا بكلفك ان انت تكون ملتزم في المكان ده بادوار معينه، لكن في نفس الوقت انا ما بحرمكش من الابداع، لا ابدع العب ورينا مهاراتك في اطار الجانب التكتيكي والواجبات اللي انا مديها لك، واعتقد واضح جدا ان ممكن ده يكون اسلوب مستر فايلر. انتشار جيد في منطقه الجزاء، تعليمات خاصه لوليد وفتح الشحات. هقول لحضرتك على حاجه،
مع اول تدريبات لكل مدير فني جديد بيبقى فيه عدد كبير جدا من الاعلاميين والصحفيين اللي بيتابعوا المران، بيشوفوا الراجل ده بيعمل ايه، بيتفرجوا. طبيعي يعني ده بيحصل مع كل مدير فني جديد بيجي اي نادي بشكل عام من كل الانديه المحترمه اللي في مصر، بخلاف طبعا كمان النادي الاهلي. ف اللي بيتابعوا المران بيستشفوا هذه الامور او بيشوفوا هذه الامور من خلال الاخبار اللي هم بيكتبوها، ان الراجل مهتم بالانتشار الجيد في منطقه الجزاء وتعليمات خاصه لوليد وفتحي والشحات وقفشه، ده بيبان من خلال تدريباتهم ومتابعتهم ليها يعني. لكن هنشوف ان شاء الله الاداء الخاص بمستر فايلر مع النادي الاهلي هيكون ايه. روزال يوسف وبتتكلم بشكل مختلف شويه، تقول لك توم كروز الاهلي، ده عشان يعني هو الراجل وسيم شويه في الحقيقه، فالناس بتشبهه بتوم كروز مثلا الممثل المعروف، لكن في نفس الوقت نتمنى له ان هو يورينا اداء ايضا في الملعب يكون وسيم باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي. فايلر استخدم السياسه الناعمه مع لعيب الاحمر. امبارح كان في بعض العناوين يقول لك ايه، فايلر يزهر العين الحمراء مبكرا للاعبي النادي الاهلي. النهارده العناوين مختلفه وبرده بيبقى حسب استنتاجات كل صحفي زميل يعني. في الحقيقه المدرب الجديد او المدرب للاعبين سامنح الفرصه للجميع، ودي احنا علقنا عليها، مفيش حاجه تبقى بالشكل ده ان انا همنح الفرصه للناس كلها، لا، اللي هيثبت وجوده هو اللي هياخد الفرصه من خلال لما يثبت وجوده في التدريبات وبعد كده يشارك ان شاء الله باذن الله في المباريات. الوطن بتتطرق للمنافسه الشرسه، ومنافسه مهمه جدا وشريفه طبعا ما بين شريف اكرامي والشناوي. طبعا الشناوي هو الحارس الاساسي، اكرامي لسه راجع من اصابه بعد ازاله عظام زائده في الركبه من فتره، فبالتالي في منافسه قويه جدا ما بينهم. وبالمناسبه مدرب حراس المرمى مستر ميكل معجب جدا بالثلاثي الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، سواء اكرامي الشناوي علي لطفي، وايضا باحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير. فبالتالي ان شاء الله هنشوف اكيد الفتره الجايه، اعتقد الشناوي هو اللي هيبقى اساسي لان الشريف لسه راجع من اصابه ولسه بيشارك في التدريبات من كام يوم يعني. فالكل جاهز والكل ان شاء الله باذن الله هيفيد النادي الاهلي في المراحل المختلفه المقبله. عايز اكمل بقيه العنوان، بيقول لك ايه، فايلر في صدمه بسبب المهاجمين. هو لسه ما شافش المهاجمين يعني، هو شاف بس مروان محسن، صلاح محسن مع المنتخب الاولمبي، ازارو مع المنتخب المغربي. فلو انت بتقيم مثلا او بتتكلم على ادائهم في التدريبات، لا، هو في واحد بس اللي بيشارك في التدريبات منهم. لكن لو بتتكلم على ارقام، هي الارقام ممكن تقلق شويه، ان مثلا ازارو جاب 6 اهداف بس، اعتقد مروان محسن كمان جاب 6 اهداف بس، صلاح محسن جاب 2 ممكن لما تبص على الارقام دي تقلق شويه كمدير فني. لكن في نفس الوقت هتبص على الظروف اللي مروا بيها على مدار الموسم اللي فات، يعني ازارو مثلا اصابات كتير او مش كتير يعني، اصابه كانت طويله بالنسبه له. نفس الكلام بالنسبة لمروان، كان بعض الفترات مش موجود بشكل أساسي. أيضا بالنسبة لصلاح محسن، صلاح محسن أصلا ما كانش بيشارك، والكام ماتش اللي شاركهم جاب 2. فالأرقام ممكن الأرقام تقلق، لكن في أرض الملعب هو الراجل لسه ما شافش غير مروان محسن يعني، فما فيش صدمة ولا حاجة. وإن شاء الله الثلاث فراودة اللي عندنا يبقوا حاجة جامدة جدا، وهم أسماء جيدة بصراحة، وإن شاء الله يوفقوا خلال الفترة اللي جاية. بحث توفير طائرة خاصة لرحلة غينيا، ده سألنا فيه المراسل قناة الأهلي وقال لسه حتى الآن ما فيش طائرة خاصة. صفقات جديدة أمام المدير الفني، ده بيبقى من خلال لجنة التخطيط، وهم كمان بيتطرقوا إن لجنة التخطيط تحسب مصير قصي. قصي رجب ده لعيب في النجم الساحلي، لعيب ناشئ عنده أعتقد 17 سنة، بيقولوا عليه لعيب جامد قوي يعني، لكن ما فيش أي حاجة رسمية بخصوص هذا الكلام حتى الآن. وممكن من الطبيعي إن يكون في بعض السيفيهات الخاصة ببعض اللاعبين وبعض لقطات الفيديو على طاولة لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، واللي هي بتشوف إمكانيات هؤلاء اللاعبين، ومن ثم عرض هذه الإمكانيات على المدير الفني الجديد، وهو اللي يقيم وهو اللي يقرر بالتشاور طبعا كمان مع لجنة التخطيط للكرة. لكن القرار الأول والأخير دايما بيبقى للمدير الفني للنادي الأهلي. طيب نروح لفين؟ تعالوا نروح للجمهورية. الخطيب يرفض الصدام ويتجاهل الرسائل السلبية، الأهلوية يتحدون من أجل فايلر، وهو ده الأهم. ممكن الفترة اللي فاتت كان في رسائل، ممكن زي ما بيوصفوها كده جريدة الجمهورية، إن هي رسائل سلبية
ان مدير فني جه، ففي ممكن البعض يقول لك لا مش هو ده اللي كان يجيبه الاهلي، وبعض يقول لك لا المدرب ده طموح كويس ممكن يفيد النادي الاهلي. فالاراء المختلفه دايما بتبقى موجوده في كل المواضيع يعني عادي جدا، لكن في نفس الوقت ان انت مجرد خلاص ما خدت قرار واعتمدته الموضوع خلص، فلازم يكون فعلا في اتحاد ما بين جماهير النادي الاهلي خلف المدير الفني وخلف هذه القرارات، عشان ننتظر باذن الله النتائج المرجوه اللي بيتمناها كل الجماهير الاهلاويه في كل مكان. الشروق بتتطرق للمبالغ الماليه الخاصه بالجهاز الفني. نادي الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي على المقابل اللي هيتقاضاه الجهاز الفني الجديد بقياده مستر فايلر. عايز اروح للمصور الرياضي. المصور الرياضي وتصريح على لسان احمد الشيخ: سأقاتل من أجل جماهير الأهلي وسأسعى للقب الهداف. في الحقيقة جمهور النادي الأهلي مستنيك يا أحمد، بقالنا كتير الجمهور بقاله كتير جدا مستنيك يشوف منك المستوى اللي كان بيشوفك فيه مع مصر المقاصة. اللعيب في الحقيقة حظه سيء شوية أحمد الشيخ، بعض الأحيان بيتعرض لإصابات في توقيتات رخمة كرويا بتأثر على مسيرته، عقبال ما بيرجع بيكون خلاص الجهاز الفني استقر على لاعبين اساسيين، عقبال ما يخش مع المجموعه يبتدي يشارك يروح المدير الفني يتغير، بتحصل حاجات غريبه شويه كده مع احمد الشيخ، حظه سيء شويه مع النادي الاهلي. لكن نتمنى له ان هو يعود احمد الشيخ بتاع مصر المقاصه الهداف، كان هداف الدوري في سنه من السنين احمد الشيخ، ولاعب مميز جدا جدا. هو بيتكلم عن انه هيقاتل من اجل جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي بيحب فعلا احمد الشيخ، وانه بيسعى للقب الهداف، وده هيبقى شيء مميز، واعتقد انه ممكن يوصل لهذا اللقب لو لعب كاساسي في صفوف النادي الاهلي. وده كله متروك طبعا لمين؟ للجهاز الفني بقياده مستر رينيه فايلر. دي كانت اخبار الاهلي في الجرايد، اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات رحله غينيا الاستوائيه. صدى البلد: الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والجهاز الفني. الشروق: فايلر يطمئن على الحالة الصحية لمحمود وحيد. الوطن سبورت: استبعاد رامي ربيعة من مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا. يورو سبورت عربية: ربيعة يربط حسابات الأهلي وثلاث حلول لأزمة الدفاع. سوبر كورة: إكرامي يطير مع الأهلي لغينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت. الوفد: تطعيم رينيه فايلر وجهاز الأهلي قبل السفر إلى غينيا الاستوائية. وان ثري: الأهلي يدرس السفر لغينيا بطائرة خاصة. مبتدأ: فايلر يشيد بثلاثي الأهلي. موقع الكابتن: فايلر يطالب الإدارة بضم طبيب النفسي في الجهاز المعاون. الفجر الرياضي: رينيه فايلر يطلب ضم نجم اندرلخت للأهلي. في الجول: الأهلي يجيب، هل ينوي ضم لاعب وسط اندرلخت؟ ضابط أخبار اليوم: شاكيلا نان تتحدث عن انضمامها للأهلي. نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي، بيقول عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات رحله غينيا الاستوائيه. وطبعا الترتيبات اكيد بتبقى مهمه جدا، واكد تساعد حفيظ زي ما قلنا لحضراتكم سابقا انه هيسافر قبل البعثه بيومين، هيسافر يوم 9 وهيكون معاه طبعا مدير اداري النادي الاهلي كابتن سمير عدلي عشان يرتبوا كل الامور الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي من خلال التواصل مع قنصل مصر بالسفاره المصريه هناك بغينيا الاستوائيه حاليا، ده التواصل. وبعد كده ان شاء الله ما يوصل كابتن سيد بدري شويه عن الفريق هيرتب بقى موضوع الملعب اللي هيستضيف التدريبات وموضوع مقر الاقامه وفندق الاقامه الخاص بالنادي. الترتيبات كلها يعني موضوع بيبقى بسيط، وان شاء الله ترتيبات تكون مناسبه للفريق باذن الله. صدى البلد: الخطيب يجتمع مع لجنه التخطيط والجهاز الفني. الكلام ده مش حقيقي، ما فيش اجتماع النهارده ولا حاجه. كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم عارفين موجود في اسكندريه، او كان متواجد في اسكندريه صباحا، وبالتالي قلنا لحضراتكم زيارته لمحافظه الاسكندريه ومقر المحافظه في اطار التعاون المستقبلي باذن الله ما بين النادي الاهلي ومحافظه الاسكندريه. فبالتالي ما فيش النهارده
اجتماع مع لجنه التخطيط والجهاز الفني، قد يكون هناك اجتماع لاحقا يعني، لكن النهارده مفيش حاجه. الشروق، فايلر يطمئن على الحاله الصحيه محمود وحيد. محمود وحيد عنده اصابه في الكاحل فبيجري حوالين الملعب زي ما قال لنا مراسلنا النهارده كده من خلال المران، وقريبا ان شاء الله يعود طالما ابتدى يجري كده، يبقى الموضوع بسيط باذن الله بالنسبه لمحمود وحيد. وكمان مش بس اطمن على محمود وحيد، هو اطمن على مجموعه المصابين الموجودين في النادي الاهلي، عندنا ثلاثه او اربعه كمان. سعد خلاص على وشك الدخول في التدريبات الجماعيه، محمد محمود كذلك، رامي ربيعه برده من ضمن اللاعبين اللي عندهم اصابه في العضله الخلفيه، واعتقد رامي ربيعه هيرجع يشارك في التدريبات الجماعيه بعد مباراه الذهاب باذن الله. بالتالي الوطن سبورت بتتكلم عن رامي ربيعه واستبعاده من مباراه الاهلي وكانو سبورت، وده بسبب ان هو شفائه مش هيكون اكتمل طبعا بشكل كبير، فما فيش ضروره لاصطحاب رامي ربيعه لهذه الرحله. في المقابل ايضا يورو سبورت عربيه بتقول ايه؟ ربيعه يربك حسابات الاهلي وثلاث حلول لازمه الدفاع. هو فين الازمه؟ وفين الارباك؟ يعني ليه ربيعه بيربك حسابات الاهلي؟ عشان مصاب يعني؟ فكده في مشكله في فضل الدفاع؟ طب الاهلي جايب محمود وحيد ده مدافع، عفوا محمود متولي مدافع، عندك ياسر ابراهيم مدافع موجود وجاهز، عندك ايمن اشرف بيجيد في هذا المركز، عندك محمد هاني كمان بيلعب في المركز ده، مفيش ازمه ولا حاجه، عندنا مدافعين كويسين، مش عايزين نختلق ازمات للفريق يعني، وان غياب لعيب قد يؤثر. لعيبه النادي الاهلي كلهم بمستوى مميز جدا جدا، وافضل لعيبه في مصر، افضل لعيبه في مصر طبعا، فبالتالي مفيش ازمه ولا حاجه. ربيعه مش موجود، هيشارك متولي وهيشارك ياسر ابراهيم، وممكن يكون في اتجاه لمشاركه ايمن اشرف، ده على حسب برضو الرؤيه الفنيه للمدير الفني، فمفيش ازمه ولا حاجه. سوبر كوره بتقول ان اكرامي يطير مع الاهلي لغينيا الاستوائيه لمواجهه كانو سبورت، واكرامي خلاص بيشارك في التدريبات بمنتهى القوه وبشكل جيد جدا، فاكيد هيكون بديهي متواجد في هذه الرحله، وهنشوف طبعا الاعلان عن القائمه قبل السفر ان شاء الله يوم 11 باذن الله. طيب نروح لفين كمان؟ نروح لوان 3. الاهلي يدرس السفر لغينيا بطائره خاصه، وده احنا كنا استفسرنا من خلال مراسل قناه الاهلي عن هذه الجزئيه، ولسه مفيش قرار في هذا الاتجاه، ولسه مفيش يعني الامور ما اتحددتش خالص، لكن حتى الان السفر هيكون من خلال ترانزيت في اثيوبيا، وبعد كده التوجه ان شاء الله لغينيا الاستوائيه، الكلام ده كله هيبقى يوم 11 ان شاء الله. مبتدا بتقول ان فايلر بيشيد بثلاثي الاهلي اللي هم مين؟ قفشه وحسين السيد وليد سليمان، بالاضافه كمان لعربي بدر ناشئ النادي الاهلي، وناشئ مميز جدا في الحقيقه. فممكن طبعا خلال التدريبات اللي فاتت بديهي قوي ان بعض اللاعبين يعجبهم مستر فايلر، يحط عينه كده على كام لعيب، لا دول ممتازين يعني، وان شاء الله كلهم هيعجبوه باذن الله. لعيبه احنا عندنا قوام جيد جدا من اللاعبين، وان شاء الله هو يقدر يوظفهم بالشكل الصحيح اللي يؤدي في النهايه الانتصارات بالنسبه للنادي الاهلي في البطولات المختلفه. موضوع بقى نجم اندرلخت ده ولاعب اندرلخت ادريان تريبل، وده الفجر الرياضي بتتكلم فيه، بتقول ان رينيه فايلر يطلب ضم نجم اندرلخت للاهلي، هو لحق الراجل يطلب يعني؟ ما لحقش. ممكن تقول لي ان بعض المديرين الفنيين بيقول لك ايه، في لعيب معين كده في النادي اللي انا كنت بمرن فيه، اللعيب ده انا بحتاجه جدا، زي مثلا ما حصل مع مستر كارتيرون لما جاب سالف كوليبالي يعني، لكن مش شرط ان الموضوع يتكرر مع مستر فايلر. اللعيب في الحقيقه جيد ادريان تريبل، لكن في نفس الوقت في الجول خد التصريح عن او على لسان امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتصفيق بالنادي الاهلي، واللي قال ان الاهلي ما بيفكرش اطلاقا في التعاقد مع ادريان تريبل لاعب وسط اندرلخت. هو النادي الاهلي عنده لاعبين وسط بما فيه الكفايه يعني، عد كده نعد مع بعض، عندك عمرو السوليه، حسام عاشور، اليو ديانج، قفشه، صلاح جمعه، محمد محمود، مين تاني؟ في تاني يعني، في اكثر من لاعب، عندك 7-8 لاعبين في المركز ده، فما اعتقدش النادي الاهلي لو هيفكر يجيب لعيب اجنبي هيفكر في المركز ده، ما اعتقدش. هو برضه القرار في الاخر بيبقى ليهم طبعا يعني، هم ادرى بكل شيء، المسؤولين في النادي الاهلي طبعا الجهاز الفني مستر فايلر. طيب خلاص دي كده كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه عندنا اخبار عالميه واخبار محليه نروح نشوفها، يلا بينا. سوبر كوره، جمعيه عموميه لانديه الاتحاد الكوره السبت المقبل لتعديل لائحه النظام الاساسي. لوقت الاهرام فهيم عمر ينضم لقائمه لجنه حكام جمال الغندور.
اليوم السابع احمد ناجي الحضري صاحب خبره كبيره ولكن التدريب له معايير اخرى اتفق. الوطن سبورت غدا المقاولون يصل القاهره بعد معسكر ناجح في كرواتيا. البوابه سبورت بحضور جماهيري استاد اسكندريه يستضيف لقاء الاتحاد والعربي الكويتي بالبطوله العربيه. فيتو وزير الرياضه يتابع الاستعدادات النهائيه لاستضافه مونديال ناشئات الطائره. في الجول على راسهم صلاح 55 لاعبا يتنافسون على التشكيل المثالي لفيفا. الشروق أجري في قضية التلاعب بالنتائج الثقة الزائدة هي سبب ما وصلت له. مبتدا الاتحاد الإسباني يعلن مدة إيقاف جاريث بيل. الشروق مارادونا يقترب من تدريب خيماناسيا لابلاتا الأرجنتيني. بوابة أخبار اليوم وفاة نيجل كافو أسطورة البرازيل أثناء لعبة الكرة. يورو سبورت عربية برشلونة يواجه أزمة تدفعه للتعاقد مع مهاجم. يلا كورة قد يستمر للعام المقبل تقارير تكشف مدة غياب لابورت. كورة الكرة الذهبية تدفع ديمبلي لتجاهل سان جيرمان. أس أرابيا مايكل أوين كابيلو كان كارثة على الكرة الإنجليزية ودمر مسيرتي. موقع الكابتن من بينهم ديخية يوفنتوس يستهدف ثلاثي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل. طيب تفاصيل كتيرة وعديدة هنتكلم فيها سواء في الجانب المحلي أو في الجانب العالمي من خلال الفقرة القادمة من حلقة كلامنا في الميديا مع ضيفنا العزيز جدا جدا الأستاذ الكبير الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي بالأهرام. ده هيكون بعد الفاصل استنوني. طيب حلقة الخميس دايما بتبقى حلقة مهمة في الحقيقة لأن ضيفنا بيبقى مختلف دايما هو الأستاذ الكبير الأستاذ محمد القوسي. أستاذ القوسي منورنا. ربنا يخليك يا أستاذ أمير، ده أنا اللي بتشرف بتواجدي معاك وبتشرف بظهوري على شاشة النادي الأهلي قدام جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان وأعضاء النادي الأهلي وكل ما ينتمي للنادي الأهلي، وأي ظهور في الأهلي الحقيقة بيسعدني يعني. أكيد منورنا دايما يا أستاذ القوسي برضه عشان الناس تبقى واخده بالها من الكلام في حلقه اليوم. احنا بنلم كل الاحداث المهمه اللي حصلت على مدار الاسبوع في حلقه الخميس مع الاستاذ محمد القوسي ونستفيد في الحديث عن هذه الامور. نبتدي بالنادي الاهلي يا استاذ القوسي. طبيعي طبعا، والنادي الاهلي خلاص خلال الفتره اللي فاتت استقر على المدير الفني، النهارده كان رابع تدريب للمستر فايلر. بتشوف القرار ازاي؟ بتشوف ردود الافعال اللي كانت حوالين هذا القرار؟ وفي الاخر المسانده الواضحه جدا من جمهور النادي الاهلي مؤخرا خلف النادي وخلف مستر فايلر خلال الفتره الجايه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ان شاء الله بالتوفيق للجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما لما بيختار اجهزته الفنيه خصوصا فيما يتعلق بكره القدم بكل اختيار مبني على اسس وقواعد وضوابط محدده. والاهلي يعني لم يختار ريني فايلر جزافا او عبثا، اختاره طبقا لمعايير وطبقا لاسس وضعتها لجنه تخطيط وتطوير كره القدم برئاسه الدكتور طه اسماعيل ومع الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، وطبعا في وجود كابتن الخطيب طبعا يعني واحد من ابرز علامات كره القدم ليس في النادي الاهلي بل في مصر. يعني ما فيش حد، يعني لو حد اتكلم في كره في مصر يبقى كابتن محمود الخطيب، يعني اعتقد واحد من اللي يقدروا يحددوا مين اللي يقدر يدرب مين اللي يقدر يشتغل بتاع. انت بتختار تبقى لضوابط معينه وبعد كده الظروف هي اللي بتحدد يعني. كان القرار بعد ما دراسه سياسه ما يعني اكثر من 30 مدرب تقريبا
في مختلف الاتجاهات ومختلف الزوايا، وكان هناك حاجات محدده ويمكن الشيخ طه وضحها بشكل واضح جدا وتحدث عنها، وكان اهم حاجه في الموضوع الطموح. هو اللجنه التخطيط وتطوير كره القدم في النادي الاهلي او اللجنه اللي اختارت المدرب الاهلي بتركز على ان اللي يجي يشتغل في النادي لازم يكون عنده طموح طبعا، لازم يكون عنده رغبه، لازم يكون عنده مقدره، لازم يكون عنده نهم لتحقيق انتصارات وبطولات وصناعه اسم ومجد. وكم من مدرب جاء للنادي الاهلي مجهولا وخرج منه مبني للمعلوم، خرج منه معلوما، خرج منه نجما، خرج منه اسطوريا. كثير من المدربين اللي جم النادي الاهلي ما كانش ليهم اسماء كبيره، ما عملوش انجازات كبيره قبل الاهلي ولا حتى بعد الاهلي عملوا انجازات، لكن الاهلي بادارته بجمهوره بلعبه بمنظومته بسياسته بقيمه بمبادئه باخلاقياته بتاريخه بكل هذه المؤسسه العملاقه الكبيره يستطيع ان يساعد اي مدرب على النجاح مهما كان، بغض النظر عن مستوى رينيه فايلر او من عدمه الان، لان ده مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي خالص. واي حكم عليه دلوقتي هيبقى يعني مجرد كلام في الهواء طبعا. الحكم عليه طبعا الراجل واخد دوري بلجيكا مع اندرلخت، واخد السوبر البلجيكي، وعلى فكره ده تعتبر انجازات كويسه جدا، هو انجازات محترمه شويه يعني. باندرلخت، اندرلخت فريق كبير جدا في اوروبا يعني، ده واحد من الفرق الثقيله جدا اللي لها تاريخ كبير في اوروبا. وبعدين يعني كون هو جاب لهم الدوري بعد غياب 4 سنين دي حاجه كبيره. هو من يعني اخر 5 سنين ما خدوش، لا ما خدوش فيها غير هو البطوله اللي خدها معاهم، وبعد كده خد معاهم السوبر، وبعد كده لما يوصل لدور الثمانيه في الدوري الاوروبي فدي اعتقد ده حاجات كلها بالزبط. وخرج تقريبا بالتعادل، ما كانش خسر امام مانشستر يونايتد، اكسترا تايم من مانشستر يونايتد بالظبط معروفه يعني. وغير الفرق اللي دربها ايا كان، المهم المدرب ورغم صغر سنه 45 عاما يتم خلال الايام القليله المقبله 46 يعني عاما يوم 14 45 عاما يبدا عامه 46 تقريبا، لا يتم 46 اعتقد. طيب ايا كان 45 او 46، اذا هو في مرحله الشغف، مرحله الطموح، في مرحله الرغبه في عمل انجاز تحقيق اسم، فده كان مهم جدا. جعان بطولات يعني يا استاذ اوسي، جعان بطولات وانا دايما بؤيد جعان بطولات، دي افضل من مدرب يكون عنده بطولات وعنده انجازات عظيمه وجاي فجاي عليك كبير وجاي عليك متعال وجاي مش هيفرق معاه لو ما نجحش، انت مش هتفرق معاه واخد بالك، لكن لما يكون مدرب طموح وشاب وعنده رغبه وعنده رؤيه وعنده فكر كويس ده مهم جدا حقيقي. يعني لما نشوف مدربين كبار، شفنا مورينيو انطلاقته كانت عامله ازاي بالظبط، وبعد ما بقى مدرب عظيم دلوقتي بقى بينزل الكيرف بتاعه، محدش بيطلب مورينيو دلوقتي. ما بقول لك شوف كان نمبر 1 في العالم، ده هو متاح في سوق المدربين، مش ده كان رقم 1 في العالم طبعا، كان اي حد في العالم يعني يتمناه دلوقتي، محدش بيطلب مورينيو. بص ولم يكن اصلا حتى لاعب كره قدم، برضه عشان ما طورش من نفسه في الحقيقه، في موضوع بيلعب على طول بطريقه معينه ما بيغيرهاش وكلام من ده، لكن عموما ايا كان يعني احنا بنضرب امثله يعني طبعا. فدايما المدربين شفنا جوارديولا لما خد اكتر من تجارب مع برشلونه، مع بايرن ميونخ، الان مع مان يونايتد، ازاي قدر يحقق الطموحات، يعني ما قدرش يحقق مع حقق مع برشلونه طموحات كبيره جدا، وراح بايرن ميونخ ما خدش غير الدوري، راح في الدوري الانجليزي برضه لغايه دلوقتي ما خدش غير ارقام محليه، ما قدرش ياخد دوري ابطال اوروبا، لكن في النهايه المدربين شبان بيبقى عندهم طموحات، عندهم رغبات عشان يقدروا يعملوا اسماء كبيره ويقدروا تنتج. المدرب بتاع اياكس امستردام وصل اللي قبل نهائي تشامبيونز ليج، مدرب صغير بالظبط، كان مين يعرفه اصلا يعني، بالظبط يعني فينهم البطوله بس يعني في مدربين او في انديه او في فرق بتصنع مدربين وبتصنع كيانات وطموحهم بيلتقي مع طموح هذا النادي بيصنع. انا يعني الملخص هذا الموضوع ان الاهلي ليس مدرب وليس لاعبين وليس اداره وليس جمهور، يعني مش الاهلي مش جزر منعزله، الاهلي طبعاً. كل هؤلاء يتحطوا معا بنسب معينه يديك في النهايه التوتال اللي هو النسبه اللي ترضي غرور جمهور الاهلي، اللي تحقق انجازات جمهور الاهلي، بيتحقق بطولات للنادي الاهلي. فالجزئيه اللي انا كنت عايز اركز عليها اللي هي ان منظومه الاهلي قادره على يعني تحقيق النجاح لاي مدرب يعمل فيه يعني، وشفنا نماذج كتيره بدون ضرب امثله ازاي الاهلي قدر يساعد مدربين كانوا يعني سيارهم الذاتيه قليله جدا لكن قدروا يحققوا انجازات كبيره جدا. واصحاب السير الذاتيه اين كانوا قبل ان يحققوا هذه السير الذاتيه؟ يعني اي حد بيعمل سير ذاتيه ربما يكون الاهلي هذا انطلاقه كبيره لهذا الرجل يعني. ده على الشكل الاداري، حضرتك بتتكلم على الشكل الاداري، ما بالك بقى على الشكل الجماهيري. الشكل الجماهيري لما يبقى مدرب في ظهره جماهير بحجم جماهير النادي الاهلي، يبقى مؤكد باذن الله هينجح لو كل الجماهير سندته. والجمهور مهم جدا، ويدي الجمهور الاهلي الواعي المتفتح الفاهم يضحد كل المحاولات التي ربما جاءت من
بعض الذين داخلهم احقاد او اغيار او يهمهم ان الاهلي لا ينجح او يحطموا هذا الرجل قبل ان يبدا ويحطموا معنوياته وياثروا على علاقته باللعيبه بدري. جمهور الاهلي الفاهم جمهور الاهلي الواعي دشنا هاشتاجا على تويتر كان هو يعني متصدر تويتر رقم واحد الهاشتاج ده ان هم كلهم داعمين لهذا الرجل حتى هو شاف ده وسعد بيه وانبسط بيه فده مهم جدا. ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما بنقول عليه جمهور معاه دايما في المره قبل الحلوه بالزبط. دايما في الصعبه قبل السهله دايما في المواقف المتعثره قبل المواقف اللي فيها فرحه وبهجه. اعتقد ان جمهور الاهلي الداعم القوي للنادي الاهلي وليس المدرب الاهلي والداعم القوي لاداره الاهلي والمدرب الاهلي ولاعيبه الاهلي وهو شريك اساسي في الانجازات وفي البطولات اللي بتحقق في النادي الاهلي وهو الذي صنع قيمه الاهلي الكبيره جدا. ما هو انت قيمتك الكبيره جدا من تقلك في الشارع لما تكون طبعا. بتصل الى 70 مليون في الشارع المصري مثلا على الاقل فده يعني اعتقد ان ده يديك تقل كبير جدا بيخلي قيمتك حتى الماليه عاليه قيمتك أكيد. التسويقيه عاليه قيمه ان حد اللي يجي يرتدي التيشيرت الاحمر ده عارف بيرتدي تيشيرت مين يعني تيشيرت وراه ناس قد ايه يعني ده طبعا يعني طبعا ناس داعمين ناس محترمين ناس خلوقين ناس بيلتزمون بقيم واخلاقيات مبادئ النادي الاهلي اعتقد ده بيصب كله في مصلحه النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي شعاره ان بعد ما يتخذ قرار الكل داعم لهذا القرار ايا كان هذا القرار فاعتقد ان الكل داعم للجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي يمكن حتى اللي شافوا تدريباته في ناس مهمين شافوا التدريبات واكدوا على ان تدريبات هذا الرجل بيؤديها بشكل كويس جدا وان شاء الله سيكون له بصمه مع النادي الاهلي لكن دعنا ننتظر حتى نرى فايلر في ارض الملعب بعد شهر بعد شهرين من حوالي من 6 ل 8 مباريات او 10 مباريات اعتقد ان يقدر تبان بصمته ونقدر نقول هذا الرجل هو فعلا يستحق ان يكون في هذا المكان او لا يستحق يعني. كيف تتوقع بدايته مع النادي الاهلي في المباراه الاولى ان شاء الله يوم 14؟ يعني انا طبعا نتمنى ان البدايه تكون قويه وان شاء الله الاهلي ده دور ال 32 باذن الله في ظل فتره زمنيه قليله فور لا طبعا يعني احنا ما نقدرش نحكم هو طبعا يعني طلب ماتشين وديين في الغالب اولهم بكره تقريبا لا ما فيش بكره او اتلغى هيتم التنسيق يعني بخصوص بالظبط يعني نفسه يتفرج على الفرقه وبيعمل تقسيمات بشكل كبير جدا ويتفرج على اللعيبه ويتفرج على ادائهم ويتفرج على مستواهم فمن خلال مجموعه المعلومات اللي هيجمعها استنادا الى الشرائط اللي شافها اعتقد هيقدر يبدا معاهم بشكل كويس شكل هيحفظ قيمه الاهلي وهيبه الاهلي لكن ما اعتقدش ان بصمه الرجل ممكن تظهر من اول مباراه اللي هتلعب يوم 14 لكن اعتقد مستقبلا ممكن نقدر نشوف اداؤه ازاي مع النادي الاهلي افكاره ايه خططه التدريبيه ايه واللي عجبني في كلامه قوي ان الراجل طبعا هو ده اللي انا كنت عايز اسالك تصريحاته في المؤتمر الصحفي يعني رايك فيها تمام بالنسبه لطرق اللعب او خطه اللعب يمكن كله كان جاي بيقول لك طريقه لعبه تتفق مع اداء النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي ما اختاروش عشان طريقه اللعب يعني الراجل الاهلي اختاره لان هو شايف ان هو مدرب كويس ومدرب طموح ومدرب عنده شخصيه ومدرب عنده جراءه ومدرب عنده رغبه في تحقيق شيء اللي هي 4-2-3-1 حتى عندما سئل عن هذا الامر نفى هذا الامر وقال انا ممكن العب بالطريقه دي ممكن ما العبش بيها انا هتفرج على امكانيات اللعيبه اشوف امكانيات اللعيبه والعب بيها وده يدل على ان المدرب ده فاهم ومدرب واعي ومدرب عقلاني ومدرب واقعي انا طبقا لقدرات وامكانيات اللاعبين اقدر العب انا ما اعرفش قدرات وامكانيات لعيبه الاهلي بشكلها ازاي علشان انا العب بيها فده كل دي مؤشرات بتديك اشياء ايجابيه عن الراجل بالنسبه للمؤتمر طبعا المؤتمر والكلام اللي قاله فيه كلام محترم جدا كلام هادي جدا كلام فيه بيعكس ان الراجل ده يعني مش يعني طبعا متحفز بالتجربه سعيد بالتجربه لكن متخوف من التجربه واي حد يشعر ان هو متخوف من التجربه يبقى ده يعني عنده احساس بالمسؤوليه يعني دايما لما يبقى قدامك مهمه ثقيله جدا قلق صحي هو القلق اللي انت بالظبط حلو طبعا التعبير اللي حضرتك قلته دوت هو القلق الصحي اللي موجود وده مهم جدا عشان اي حد ينجح لكن لما تلاقي واحد مريح على الاخر وانا ضامن النجاح وده وهلعب بطريقه هجوميه وهلعب بطريقه هجوميه وهاجم وجاي هجيب البطولات انتظروا مني كل تصريحات مؤتمرات دي الكلام ده ما كانش هو لم يطلق هذه التصريحات ولم يتحدث بهذه التصريحات ده دليل الراجل عارف يعني كرة قدم عارف يعني ان البطولات بتحتاج جهد عارف يعني ايه بطولات بتحتاج شغل فاعتقد ان هو هيشتغل كلام واقعي كلام منطقي كلام محترم كلام فيه ادب وفيه احترام لقيمه النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي وللمنافسين للنادي الاهلي يعني الحته اللي عايز اتكلم فيها مؤتمر النظام نفسه النادي الاهلي كان مؤتمر يليق الجانب التنظيمي في الحقيقه الجانب التنظيمي للنادي الاهلي كان مؤتمر يليق بالنادي الاهلي الحقيقه مؤتمر يعني هو ده النادي الاهلي هي دي المؤسسه الكبيره اللي بتحمل اسم النادي الاهلي في مصر هم دول ده ال 107 يعني النادي اللي ظهر من 1907 اللي تجاوز 111 سنه وفي سنه 112 يعني فيها حاليا هو ده النادي الاهلي وقيمته في التنظيميه ان يعمل لك مؤتمر
يعني على اعلى مستوى، مؤتمر يعني مؤتمر عظيم اقل تقدير او اقل كلمه ممكن تقال. ال- 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 الاعلان عن بدء المؤتمر في الساعه 1 منتهى الدقه الساعه 1 المؤتمر بالضبط يجي. التنظيم، الحضور، الالتزام، المنصه واللي قاعدين عليها بدون ما حد بيحاول يخطف شو، بدون ما حد بيعمل حاجه. الدكتور طه اسماعيل وكابتن صالح حفيظ مع المدير الفني قاعدين مع اداره من مدير المركز الاعلامي الاستاذ جمال طبعا. فطبعا يعني حاجه محترمه جدا، يعني حاجه مشرفه جدا، حاجه عظيمه جدا. يعني هو ده النادي الاهلي، وان شاء الله سيحقق نجاحا كبيرا، سيكون عظيم يعني. دي لقطات من المؤتمر الصحفي اهي قدامنا، وحاجه بصراحه تفرح يعني. مؤتمر النادي الاهلي دايما بيبقى فيه نظام في كل هذه الجوانب في الحقيقه يعني. لكن في المقابل عايز اتطرق مع حضرتك لامور اخرى خاصه بزياره الكابتن محمود الخطيب اليوم لمدينه الاسكندريه، ولقائه مع محافظ الاسكندريه عشان يبحثوا سبل التعاون ما بين النادي الاهلي والمحافظه، وان الكابتن محمود الخطيب كمان طلب ان يكون في فرع للنادي الاهلي بالاسكندريه، وده هيبقى شيء مميز جدا. بالمناسبه بس عايز اوضح حاجه، طبعا كل الاحترام والتقدير لكل انديه مصر في الدنيا يعني، عشان ممكن حد في الكلام اللي كان في الانترو يفهم الكلام غلط. انا بعشق النادي الاهلي وبحترم وبحب كل انديه مصر، لكن هي طبعا هتبقى خطوه مهمه جدا للنادي الاهلي لو عمل مقر ليه في مدينه اسكندريه عشان يخدم اعضاء النادي الاهلي في اسكندريه وجمهور النادي الاهلي هناك. طبعا حاجه عظيمه طبعا وحاجه مهمه. واعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي له رؤيه وله تخطيط ان يذهب بالاهلي الى يعني اماكن بعيده، يعني اماكن بعيده ان يحط الاهلي في مصاف الانديه العالميه، وان النادي الاهلي يبقى مختلف، وان النادي الاهلي يبقى متميز، وان النادي الاهلي يبقى متوسع، والاهلي يبقى ليه قواعد في كل الاماكن. الاهلي فكر جديد ورؤيه جديده، الاهلي لم يعد مقتصرا على وجوده داخل القاهره زي فرع الجزيره، فرع مدينه ناصر، فرع الزايد، فرع التجمع الخامس تحت الانشاء. لا، ده الاهلي بيبدا في رؤيه جديده مختلفه. الاهلي كل ليه فروع في المدن الكبرى في مصر، ده حلم في اماكن عديده طبعا في حد ذاته. وعندما يسير فيه الاهلي ستجد الاخرون لما يشوفوا تجربه الاهلي الناجحه اكيد هيبدا اخرون يفكروا كله في الاخر ده في صالح الرياضه المصريه، كله ده بيصب في صالح الرياضه المصريه وبيقوي الرياضه المصريه وبيساعد على انشار الرياضه المصريه. يعني الواحد يتمنى ان يكون في 25 فرع للنادي الاهلي او 27 فرع او 30 فرع للنادي الاهلي في مصر، بحيث ان كل محافظه يبقى فيها نادي اهلي، يبقى في مناره رياضيه كبيره جدا تفتح ابوابها لكل الراغبين في ممارسه الرياضه، سواء على ممارسه الرياضه للجميع او ممارسه رياضه البطوله. فده مهم جدا، وده حدث مهم جدا. دايما الاهلي بيكون سباق وبياخد خطوه في اتجاهات عديده وفي زوايا مختلفه. اعتقد ان شاء الله الخطوه دي يعني عندما يكتب لها نجاح وترى النور وتظهر على ارض الواقع، اعتقد ان هي هتكون يعني خطوه مؤثره جدا وخطوه مهمه جدا وخطوه تاريخيه للنادي الاهلي ان يكون له فرعا خارج القاهره. فمهم جدا طبعا، شيء طبعا هيبقى مميز جدا يعني، وحلم اكيد لكل الاهلاويه، ومدينه اسكندريه مليئه بالاهلاويه في الحقيقه يعني. اتحاد الكوره ماله الفترة اللي فاتت طلع بعض القرارات بتعيين بعض الرؤساء اللجان داخل اتحاد الكرة، ومن ضمنهم لجنة المسابقات، وتواجد طبعا حسام الزناتي كرئيس لهذه اللجنة. هو شاب في الحقيقة، لكن البعض بيتكلم على ايه؟ الاتجاهات كلها بقت زملكاوية شوية، ان في ناس بانتماءات اخرى او انتماء واحد عن باقي كل الانتماءات في مصر. مش عايز اقف عند النقطه دي كتير، بس البعض بيتكلم فيها. دايما هنقيم من خلال العمل، وده شيء معروف. وكمان الاتجاه للشباب ده شيء ايضا ايجابي جدا وجيد في الحقيقه. تعليق حضرتك هو إيه؟ ده الكلام انت بتقوله، هو اتجاه لضخ دماء جديده في شرايين. ده ممتاز. اداره الكره المصريه ضخ دماء جديده في شرايين اتحاد الكره، في ان تظهر وجوه مختلفه في الجبلايه، عوضا عن الوجوه التي اعتدنا عليها سنوات طويله، الوجوه اللي احنا يعني عشنا معاها فترات كبيره جدا. فمهم جدا ان يكون في الفكر ده وفي التطوير ده، وبدا ده اول ما شفناه مع اللجنه الخماسيه نفسها. يعني اللجنه الخماسيه نفسها لم يسبق لاي منها كان موجود في اداره اتحاد الكره او في اداره الكره المصريه. فاعتقد ان هم برضو هيجوا بوجوه جديده، بفرق جديده، بناس جديده تضخ دماء جديده للكره المصريه. بنشوف لجنه المسابقات بعد ما ظلت لفتره طويله جدا مع الحاج عامر حسين، وكان قبله او دخل معاه في بعض الفترات السيد مازن مرزوق. يعني كان الاسمين دول دايما قبل عامر حسين. بقول لك يعني دول دايما اللي كانوا بيتداولوا على المسابقات على الاقل في ال10 15 سنه الاخيره يعني. ف
فكون ان يظهر وجه جديد وشاب جديد هم شايفين في نموذج اداري كويس يستطيع ان يدير المسابقه وكان مساعد لمحمد فضل في كاس الامم الافريقيه بالظبط. فده ايا كان لكن مهم جدا ان تدفع. كون ان احنا نقول ان ده اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا محلاوي كل الكلام ده سابق لاوانه. طبعا احنا بنثق في كل الناس، بنقدر كل الناس، بنحترم كل الناس، يعني احنا كمصريين واحنا طبعاً كاعلاميين طبعاً واحنا كصحفيين واخد بالك. فمهم جدا يعني يمكن اللي موجود على راس اللجنه الاستاذ عمرو الجنايني معروف انتمائه ومعروف تشجيعه على البتاع، لكن الراجل لما طلع واتكلم قال دي صفحه وانا قفلتها في حياتي، انا الان امثل كل الانديه المصريه، انا هشتغل من اجل الرياضه في مصر، هشتغل من اجل الكره في مصر. فسمعنا منه كلاما جميلا، نتمنى ان نرى منه فعلا اجمل. وهكذا رئيس لجنه المسابقات، لجنه المسابقات واحده من اهم اللجان اللي موجوده في اتحاد الكوره، لان دي لجنه بيكون فيها لعب كتير جدا في المباريات وفي الماتشات وفي الضغط وفي التاجيل وفي التقديم وفي التحديد، حاجات كتيره جدا مهمه جدا يعني. كون ان يتسلم مهمتها شاب هو حسام الزناتي ومعروف انتمائه، بل وده يمكن كل المواقع التواصل امبارح بحثت على صفحته فوجدت عنده الكثير في هذا الاتجاه. دعنا نقفل هذه الصفحه ولا نتحدث عنها على الاطلاق، هذه لا تهمنا على الاطلاق، نحن يهمنا ان نرى كادر جديد طبعا يدير المسابقات في الكره المصريه، ونتمنى ان ينجح نجاحا كبيرا. نتمنى من الزناتي ان يكون على مستوى عالي، يكون على مستوى إن شاء كبير الله. إن شاء الله. ان يقدم لنا مسابقه منتظمه، مسابقه لها بدايه، مسابقه لها نهايه، مباريات لا يقبل التاجيل فيها ومرفوض مجامله احد، كل ده هيساعد على نجاح الدوري المصري ويساعد على تقويته. ربما نرى شكلا مختلفا مع الزناتي ولجنه جديده جدا مع الزناتي، ربما هذه اللجنه تجعلنا نرفع القبعة احتراما له، وساعتها سيكون هذا المصري الأصيل هو من نجح، وليس اللي نجح الأهلي ولا الزمالك، وحتى نجاح الأهلي والزمالك في النهاية بيحطم للبلد كلها. دايما 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 أي شخص بيفكر في نجاحه أكيد هيتولى مسؤولية مكان معين، هيبقى عايز ينجح حتى لو هو بينتمي لنادي معين، فأكيد هيبقى هدفه الأول الأساسي إن هو ينجح، مفيش حد عايز يفشل. أمير أنا عايز بس أتكلم في حتة الانتماء دي، ما في واحد مصري الا ولي انتماء، خلينا نكون صادقين مع أكيد نفسنا أكيد. ولا يلوم احد ان التاني منتمي للاهلي او ده منتمي للزمالك، هذا ليس عيبا على الاطلاق ولا يعيب اي حد طبعا. واللي يقول لي واحد انت اهلاوي ولا انت زملكاوي ده مش يا جماعه، انت بتحب هذا المكان وبتحب هذا المكان ومنتمي ليه، فلا يجوز لك ان تحجر على الاخر ان هو اختار انتماء بالظبط. لكن هذا الانتماء يعني خلينا احنا على مجال الاعلام، قد تكون يعني احنا يعني انا اهلاوي انت اهلاوي واحد زملكاوي واحد زملكاوي، لكن عندما حتى لما نوضع في دائره الاعلام اللي بتمثل جمهور الشعب المصري بنكون واقفين في النص، بنكون في الحياد اكيد وبنقدم أكيد. حاجه اعلام محترم واعلام شيك، حتى وانت في قناه الاهلي وبنمثل صوت اهلاوي او بنتكلم عن الاهلي او من داخل منبر اعلامي في نادي الاهلي بنتكلم بادب واحترام وتقدير أكيد. والحاجات دي كلها لازم تجمعنا، ده المهم جدا. لكن يعني انا مش عايز حته الانتهاء، اما ان الواحد يتحول الى مشجع ويكون مسؤول وتشجيعه هذا ياخذه لظلم الفريق الاخر بنفسه سواء كان اهلاويا او زملكاويا فهذا مرفوض، سواء كمسؤول او كاعلامي او كاعلامي طبعا. يعني هذا مرفوض رفضا تاما يعني يعني مش معنى انك انت اعلامي بتحب الاهلي انك تقعد يعني تحاول انك يعني تغلط في الزمالك وتتكلم على الزمالك وتتكلم على ناس في الزمالك وتتكلم على موسى في الزمالك، هذا الكلام مرفوض، ده مش اعلام، ده ما بقاش اعلام طبعا. في النادي الاهلي قيمه واخلاقياته وبدأوا تمنعه تماما من الحديث في اعلام النادي الاهلي، هذا غير موجود على الاطلاق، وكل الصحفيين لازم يحترمون انفسهم لا يتحدثون عن الاخر يعني حتى عندما تتحدث فتحدث عن نفسك ودع الاخر يتحدث عن نفسه يعني في هذا الامر يعني. ففي ضوابط موجوده لابد ان احنا كلنا نلتزم بيها، كلنا نحترمها وبنحترم انتماءات الناس، وده وجهه نظري الشخصيه على فكره، انا بيها عن نفسي ان انا بحترم انتماء اي حد، لكن عندما تكون في موقع المسؤوليه فعليك ان تحترم المسؤوليه اللي انت موجود فيها، تحترم الامانه اللي انت موجود فيها، لا تجامل احدا، لا يعني تنحاز لاحد لمصلحه احد، لا يكون هناك اتصالات من تحت الترابيزه او اتصالات خفيه واتفاقات سريه على اشياء معينه، انك انت تعمل حاجه كده او حاجه كده، كل هذا مرفوض، لكن اذا اديت دورك بامانه وبعدل وباحترام وبتقدير وباخلاق ومن اجل هذا البلد ومن اجل ان يكون عندنا كره قدم نظيفه، اعتقد انها هتكون شكل محترم وهتكون شخص محترم وهنرفع عليك القبعه احتراما وتقديرا يعني. كل التقدير والاحترام لكل الانتماءات المختلفه لاي واحد في الدنيا، يعني كل واحد ليه حق ان هو ينتمي للنادي اللي هو بيتمنى له في اطار الاحترام وفي اطار عدم التحيز المبالغ فيه وفي اطار المنطق، ده شيء مهم جدا. طيب بمناسبه اتحاد الكره برضو يا استاذ لوسي، هو الاهلي هيستلم درع الدوري امتى؟
السؤال يعني ما عندكش اجابه؟ لا ما هو اذا كانوا هم نفسهم ما جاوبوش يعني. طب هم ليه ما جاوبوش؟ خلاص هنبدا الدوري الجديد يعني برضه بنوجه السؤال وانا بوجه السؤال معاك يعني متى يتسلم الاهلي درع الدوري؟ هو كان الطبيعي ان النادي الاهلي يتسلم درع الدوري في الملعب في اخر مباراه في الدوري واخر فرحه للاهلي في الدوري كان الاهلي يحتفل بيه ويتصور بيه وهم قالوا اعلنوا ان هم يعملوا درع جديده للدوري المصري. دلوقتي لما اتكلم حد يقول لك الدوري في الجزيره يا سيدي ما احنا عارفين الدوري في الجزيره احنا 41 دوري موجودين في الجزيره 41 دوري في الجزيره ناقص واحد برضو الاهلي مش يعني مش مستغني عنه. لا هو مش ناقص هو موجود بالفعل يعني بس لا رقم 41 احنا خدناه على الورق الدرع نفسه احنا ما استلمناهوش فلا الطبيعي طبعا المفروض يبقى هو كدرع بيبقى موجود بس انا قصدي كاحتفالات يعني مثلا يوم الاحد ان شاء الله كاس مصر ده هيتاجل بقى يتسلم في مثلا ابقى يتسلم على مسرح ولا يتسلم في فندق ولا يتسلم في كافيه مثلا ولا حاجه يعني ولا ابقى كده في الخباثه كده حد يبعته على النادي اللي هيفوز بيه طبعا ما فيش حاجه كده في الدنيا يعني. طب فيما يتعلق بقرعه الدوري امتى؟ طب ماتش السوبر هل خلاص هيبقى يوم 18 معين علشان برضو ما نظلموش ما هو الوقت ازف يا استاذ ماشي 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 هم اعلنوا بدايه الدوري يوم 28 السوبر يوم 20 ده خلاص ده موعد نهائي ده اعلنوا كده امتى الكلام ده السوبر يوم 20 يعني معروف ان قالوا السوبر يوم 20 والدوري يوم 28 في مصر او ربما تكون هذه معلومات غير موثقه لكن انا ما شفتش ان اتحاد الكره اعلن على المعلومه ما اعلنش بس يعني في الغالب يوم 20 28 غالبا بدايه الدوري يوم 28 غالبا يعني وسوبر 20 لكن دعنا ننتظر برضو لما رئيس لجنه المسابقات الجديد حسام الزناتي هو من يخرج ويعلن هذا بشكل رسمي ويعلن لنا الجدول يعني المؤكد ان منذ صدور قراره يعني قبل ساعات والراجل اكيد يعني دلوقتي يعني معتكف بيدرس كل حاجه وبيظبط كل حاجه علشان يطلع لنا شكل محترم ويقول لنا من دلوقتي لغايه نهايه المسابقه الشكل هيبقى ايه والدوري هيبقى ايه والكاس هيبقى ايه وارتباطاتنا الدوليه هتبقى ايه وارتباطاتنا القاريه يعني كل دي فراغات اكيد موجوده عنده واضحه هيقدر يحط بناء عليها جدول المسابقه يعني. لكن طبعا مطلوب ان اتحاد الكره يعني يتحدث في هذا الامر يعني اين درع الدوري 41 الاهلي يتسلموا في يعني مطلوب ان الاهلي يطلع يعمل يعني مناشده سلمه بس الدوري الجديد قرب يبتدي يعني ده حاجه غريبه جدا يعني حقيقه يعني فما هو ده لان المنظومه كانت بتدار بشكل غير جيد وبشكل خاطئ في البدايه وكان فيها مجاملات وكان فيها كلام غريب جدا كان المفروض اخر مباراه في الدوري اللي هي كانت مباراه الاهلي والزمالك كان الاهلي تسلم الدرع بشكل رسمي في هذه المباراه وكان الموسم اللي فات في الدوري الانجليزي يا استاذ اوسي كان ليفربول ومانشستر سيتي في متنافس لحد اخر لحظه كان في نسخه هنا ونسخه هنا ونسخه هنا شوف الجمال واللي يكسب هيحتفل واللي يكسب هيحتفل بنسخته الاهلي كان عنده مباراه المقاولين هيحسم فيها الدوري كان ممكن المفروض يبقى فيه نسخه موجوده احتياطي عشان لو الاهلي كان حسم الدوري يحتفل بالملعب بقول لك يعني انا هعتبر مباراه المقاولين ليست نهايه الدوري نهايه الدوري كانت ماتش الزمالك صحيح الاهلي حسم الدوري رسميا على الورق يوم ماتش المقاولين لكن كان متبقيا له ماتش الزمالك طبيعي جدا انك تقول لك في اخر مباراه في الدوري انا اديك البطوله خلاص يا عم انا وصلت اخر مباراه ليه ما وفرتليش الدرع ماشي هنشوف ان شاء الله هيدونا الدوري امتى المهم نهائي كاس مصر ما بين الزمالك وبيراميدز بحضور جماهيري تمام هي دي النقطه عايزها طبعا المباراه هتبقى كويسه مباراه جميله طبعا ما بين فرقتين كبار في مصر اتنين فنيات عاليه وكل حاجه احنا مش عايزين نتكلم عن الجانب الفني انا عايز اتكلم على جانب حضور الجماهير في هذه المباراه يا استاذ اوسي في عدد مميز من الجماهير هيحضر بالظبط في نفس الوقت الاهلي لما كان بيلعب في كاس مصر ما كانش بيحضر له جماهير حتى لما كان بيوصل للنهائي ده مش حكايه الاهلي ده هو من بدايه كاس مصر واعلنت لجنه المسابقات ان مسابقه كاس مصر بلا جمهور الاهلي حاول والاهلي طالب والاهلي تحدث يا جماعه ليه وكان وقتها اللي هي 500 و500 بالظبط كانوا 1500 دول تقريبا بيدخلوا الملعب كان الاهلي قال بما ان في 500 في الدوري طب ما تخد الكاس خليه فرصه ان الجمهور يعود ورفضت مطالب الاهلي في هذا الوقت ولعب الاهلي يمكن حتى مباراته الاخيره اللي قدام بيراميدز بدون جمهور يعني الاهلي ما استفادش من جمهوره صح ربما لو كان جمهوره موجود كانت الامور تبقى مختلفه طبعا. لو كان اتيح للاهلي ان في 42000 موجودين في مواجهه منافس قوي بهذا الشكل ربما كانت الامور تبقى مختلفه يعني فالاهلي لعب بدون جمهور وحتى الماتش الاخير الماتشات الاخيره للزمالك والبيراميدز كلها كانت بدون جمهور حتى السيمي فاينال يعني انا هقول لك خبر صدر عن اتحاد الكوره وهذا الخبر يعني كان منشور على الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره يوم 17 فبراير حلو المسابقات تعلن المواعيد الجديده للدوري والكاس اعلنت لجنه مسابقات الاتحاد المصري لكره القدم التعديلات الاخيره على مواعيد مباريات الدوري الممتاز ومؤجلات بطوله كاس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بسبب تنظيم كاس الامم الافريقيه وعوده الاسماعيلي لبطوله الانديه الافريقيه واشارت الى اعلان مقبل عن باقي الجدول ده كل الخبر يعني في المشاركه واشارت اللجنه ايضا الى ان مباريات
مباريات كأس مصر ستقام مباريات كأس مصر تأكيد على أن كل مباريات كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم الاتحاد المصري لكرة القدم. هذا الكلام بالجدول منشور على الصفحة الرسمية اللي واخده اتحاد الكورة. ما قالوش في ميعاد النهائي؟ لا 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 ما فيش حاجة طبعًا. ما فيش حاجة كل قالوا هم قالوا كل مباريات كأس مصر هتلعب. حتى النادي الأهلي كان معترض والنادي الزمالك كان معترض والدنيا كانت معترضة. طب أنت حضرتك أقمت كل المباريات بدون جمهور يعني اشمعنى مباراة؟ لما تيجي تقيم مباراة بدون جمهور طب ده في نوع من عدم تكافؤ الفرص طبعا ولا في تكافؤ فرص؟ لا مفيش. يعني في فرق ما استفدتش من جمهورها كان ممكن يبقى الجمهور موجود وكان ممكن يكون له تأثير وكان يبقى فارق في المباريات ما تلعب. بغض النظر عن تأثير الجمهور او عدمه هو كل احنا مع عودة الجمهور بس ليه ما لا طبعا مع عودة الجمهور بس انت قلت بدون جمهور ليه لعبت كل الماتشات بدون جمهور وجاي دلوقتي هتيجي تقول لي ان ده نهائي كاس مصر وده صوره مصر. طب ما صوره مصر ما كانتش من اسبوع صوره مصر ما كانتش قبل كده يعني برضو يعني عايزين نفهم يا ريت حد يوضح لنا يعني لو كان يعني كان في كلام غير هذا الكلام الرسمي الذي نشر في 17 فبراير من هذا العام على الموقع الرسمي لاتحاد الكره وقال لنا كل مباريات كاس مصر بدون جمهور انا مش عارف طبعا لو ممكن واحد يقول لك طب ما هو دلوقتي دي لجنه جديده اللي موجوده في اتحاد الكره التنفيذي. مفيش حاجه في القرارات واللوائح الخاصه بالمسابقات مفيش حاجه اسمها لجنه جديده ولجنه قديمه. دي لائحه طالما قرار عليها البطوله هذه البطوله تقام على ملاعب كذا تقام بدون جمهور نظامها كذا والفائز بها كذا وهتتلعب بشكل طريقه لعبها كذا وبدون جمهور خلاص. يبقى انت خليت كل الفرق بتلعب بالجمهور متساوي في هذا الامر مع ان ده بيسبب ضرر للاخرين. ليه؟ لان في فرق ليها شعبيات كبيره وفي فرق ملهاش فالغاء الجمهور بيفيد من ليس له جمهور. لعبت ده واشتغلت على ده ومشيت عليه جيت حضرتك في اخر لحظه واخر لقطه بتخالف ده وبتعلن دخول الجمهور للملاعب في نهائي كاس مصر. بنؤكد ان احنا مع الجمهور ويا رب كل مباريات الدوري والكاس يكون فيها 100,000 هو الراجل نفسه وعد ان في الدوري اول اسبوع هيبقى لكن جمهور. تلعب ماتش بجمهور وتلعب ماتش غير جمهور اعتقد ده هو اللي اسمه مبدا يعني عدم تكافؤ الفرص. ماشي نتمنى الامور تبقى افضل وافضل خلال الفتره الجايه بالنسبه لاداره اتحاد الكره وبالنسبه للمسابقات المحليه بشكل عام. عندي بعض الاخبار اللي وقفت عندها في الحقيقه استاذ اوسي من ضمن الاخبار ايضا المتعلقه باتحاد الكره جمعيه عموميه لانديه اتحاد الكره السبت المقبل لتعديل لائحه النظام الاساسي. ان في اجتماع يوم السبت ما بين اعضاء الجمعيه العموميه الدوري الممتاز القسم الثاني والثالث في احدى الفنادق في القاهره عشان يشوفوا ويتكلموا في موضوع تعديل لائحه النظام الاساسي. بتشوف القصه دي ازاي؟ لا طبعا يعني هو كانت عامل لائحه النظام الاساسي هل هم هيعدلوا بقى في حاجات ثانيه؟ عايزين يعدلوا ده دليل على ان الحاجات اللي هم نفسهم عملوها قبل كده ما كانوش مقتنعين بيها. ما كانوش مقتنعين بيها. لان هم اللي عملوا اللائحه الاساسيه قبل كده. فكون ان هم يعملوا تعديل جديد فده طبعا دليل على هذا الامر. نتمنى ان يتم تعديل جديد يصب في مصلحه الكره المصريه وما يكونش يعني تعديل بيحمل مجاملات لحد خصوصا فيما يتعلق بانظمه المسابقات. وبشروط عدد الجمعيه العموميه ومين اللي يبقى موجود في الجمعيه ومين اللي مش موجود. يا ريت الحاجات دي يتم النظر ليها بنظره يعني من خلال منظور المصلحه العامه وليس مصلحه مراكز شباب او انديه صغيره او انديه كبيره. المصلحه العامه هي من تحكمنا. مصلحه الكره المصريه هي الاهم وزي ما احنا متفقين دايما بنقول ان اصلاح الكره المصريه من صلاح الجمعيه العموميه ما دامت هذه الجمعيه الصالحه فالمؤكد ان اختيارها لمجلس اداره اتحاد الكره القادم ان شاء الله في 2020 بعد الالعاب الاولمبيه في طوكيو اكيد هيكون اختيار صالح ان شاء الله. فرصه كبيره جدا ان مجلس اداره الاتحاد الحالي وهو مجلس بلا ضغوط مجلس بلا فواتير مجلس بلا انتخابات اعتقد ان هو ممكن يعني يعني ما عليهوش ضغوط من الجمعيه العموميه يعني بالظبط. اعتقد ان هو يقدر يحقق حاجات كتيره جدا ويقدر يعمل لوائح مهمه جدا للكره المصريه يعني. طيب الاعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الاول ممكن يبقى امتى يا استاذ اوسي؟ والله هم لغايه دلوقتي مش موضحين هذا الامر لان في خلاف حول اسم المدير الفني اللي ممكن يقود او الجهاز اللي يقود المنتخب. اسهم مين اعلى دلوقتي؟ احنا عارفين الاسهم يعني بتتغير كل يوم ممكن مره حسام بدري يبقى اقرب مره حسن شحاته يبقى اقرب مع حفظ الالقاب طبعا يعني تشوف مين اللي يعني طبعا يعني حسب معلومات ان الكابتن حسن شحاته كان مطروح وما زال مطروحا بقوه مع الكابتن احمد حسن وما زال هناك تفاوض حول الجهاز اللي هيبقى موجود. احمد حسن كايه؟ ده كمدير لجهاز المنتخب تمام وربما يكون مدرب عام لانه قبل كده يعني برضه مش محدد يعني بس هو هيكون ضمن الجهاز يعني ولكن في الغالب في الناحيه الاداريه يبقى مسؤول مدير المنتخب يعني تمام.
طبقا المعلومات المسربة يعني. وفي لكن هناك خلاف داخل اللجنة على ان كابتن حسن يتولى المهم، مع طبعا كل الاحترام وكل التقدير كابتن حسن شحاتة، يعني حقق ما ربما ما لا يستطيع احد تحقيقه مستقبلا الا الله اعلم. صعب انت يعني صعب لا يعني حقق انجاز صعب على اي حد يعني أكيد. ان تفوز بثلاثة أمم افريقيا في عملية صعبة جدا يعني. وبالمناسبة طبعا الكابتن حسن شحاتة لما مسك منتخب مصر في الوقت ده ما كانش عنده في السي في ولا بطولة افريقية ولا بطولة قارية، ولا كان مسك المنتخب قبل كده، وكان ماسك فرقة درجة ثانية، كانت فرقة المقاولين يعني. ده كاس وسوبر، ما بقول لك كانت المقاولين فرقة درجة ثانية في الوقت ده يعني. فعلا. وتولى منتخب مصر وعمل انجازات مبهرة واصبح السي في بتاعه يعني، بقول لك اصبح السي في بتاعه من اتقل السي فيات اللي موجودة على مستوى افريقيا، بل ثبت انه في السي في عالمي طبعا واخد بالك. فطبعا الكابتن حسن مطروح، وهناك معارضه من البعض ان يتم الدفع بوجوه جديده زي ايهاب جلال مثلا، اسمه مطروح برضه بالقوه، كابتن حسام بدري كان مطروح لكن اسمه تراجعت كثيرا. ففي يعني نوع من الخلاف حول يعني اظهار اسم المدير الفني، الاسس يعني اللي من خلالها بيتم اختيار المدير الفني ايه هي، عشان برضه نبقى عارفين تبقى واضحه للناس يعني. ايه الاسس يعني؟ ممكن البعض يقول لك انا عايز مدير فني شاب، عندك حسام حسن شاب، حسام بدري يعتبر مش كبير يعني، عندك مين تاني؟ ايهاب جلال، ميدو، هو الكابتن حسن شحاته بس اللي يعتبر مدير فني قديم يعني. فبعض يقول لك نروح للشباب، طب الاسس اللي انت بتختار كابتن عماد نحاس، بس احنا بنتكلم في الخمسه اللي اعلنهم رئيس اللجنه، المجموعه اللي اعلنوها يعني. ايه الاسس يعني يا استاذ اسامه؟ يعني انا شايف ان الامور هتتجه نحو حد، نحو الحد الشباب الاكثر يعني. الشباب يعني انا تخيلي ان ده توجه مرحله. طب الاربعه شباب مميزين طبعا، الافضل الاكثر اللي عمل نتائج مميزه، اللي ليه شخصيه مميزه، اللي ليه بصمه مميزه، اللي يقدر يتحمل ضغوط العمل في المنتخبات الوطنيه، دي هتخضع لقرار المختارين اللي هيختاروا يعني. انت ممكن تختار واحد، انا ممكن اختار واحد، انا ممكن اختار، لكن في النهايه مجلس اداره اتحاد الكره هيختار واحد في النهايه، وعلينا كلنا في النهايه ان احنا ندعمه وكل قول ان في النهايه يبقى مدير فني المنتخب المصري يعني. طبعا. فانت لو طرحت الاختيار دلوقتي بين الاف الجماهير المصريه لن نتفق على شخص، مستحيل، لا يمكن نتفق على شخص. لكن ما اما وان هناك في جهه مسؤوله، هذه الجهه منتخبه، هذه الجهه معينه اختارت جهاز فني، فعلينا كلنا ان ندعم هذا الجهاز الفني أكيد. ده سواء في انديه سواء في منتخبات، لان الامور لو تركت الى كل واحد يكتب على صفحته ان القرار ده غلط والقرار ده صح، ومدرب المنتخب لازم يكون كابتن حسن شحاته، ومدرب المنتخب لازم يكون كابتن حسام البدري، ومدرب المنتخب لازم يكون سين او صاد او ضاد، ومدرب المنتخب مصر اجنبي، هتجد الامور فيها الكثير من الفوضى. لكن في النهايه هذه مرحله للاختيار الجهاز، اتمنى انهم يوفقوا في اختيار جهاز قوي يستطيع ان يحقق طموحات الكره المصريه، يجيبوا لنا مدرب طموح يستطيع ان يكون عنده طموحات ان هو يعمل انجازات كبيره جدا، مدرب يكون له شخصيه، لانه مهم جدا مدرب المنتخب الوطني يكون له شخصيه، لانه بيتعامل مع اهم نجوم موجودين سواء المحترفين او اعظم النجوم الموجوده في الكره المصريه، مدرب يكون له فكر، يكون له رؤيه، يكون عنده قدرة على إدارة مباريات في ظروف صعبة جدا، على تحقيق أحلام وأمال الجماهير، كل دي أعتقد إن ده هيكون موجود على طاولة الاختيار للجهاز الفني الجديد. طيب عصام الحضري هيبقى موجود في الجهاز؟ أنا أتمنى ما يكونش موجود. ما أنا عشان كده أنا بسألك. يعني أنت بتقول لي أتمنى إن ما يكونش موجود، مش تقليلا من عصام الحضري. عصام الحضري دعنا نتفق على إنه واحد من أعظم الحراس التاريخيين طبعًا في مصر طبعًا. يعني لو وربما ياتي على المقدمه يعني، لان عصام الحضري عمل انجازات غير مسبوقه، وان يلعب يعني حتى يمكن ربما يكون عنده رغبه في اللعب الان في هذه المرحله السنيه، وكان بيتمرن بشكل رهيب، اعتبره لغايه الموسم المنتهي كان بيلعب موجود فيه عصام الحضري، كون يلعب لهذه المرحله السنيه وبهذا الشكل، فاعتقد ان ده انجاز عظيم، انجاز اسطوري لم يسبقه اليه اي حارس مرمى ربما في العالم وليس في مصر. فكحارس مرمى له تاريخ عظيم وله تاريخ كبير طبعا. لكن هل خاض كابتن عصام الحضري تجارب تدريبيه حتى ولو على اي مستوى يعني على اي مستوى يعني في دلوقتي في موضه في اوروبا شغاله
ان اللاعب يكون معتزل قريبا ويتولى، لكن ستجد ان هذا اشتغل ضمن جهاز فني. يعني لما زيدان قبل يروح ريال مدريد كان موجود وكان ماسك فريق الشباب موجود في ريال مدريد، في الكاستيا ريال مدريد كاستيا اشتغل معاه. لامبارد في تشيلسي برضه اشتغل فتره وبياخد دورات وبياخد تجارب في اوقات قصيره، بس لازم ياخد ده. ما ينفعش تبقى معتزل بتخلع قميص اللاعب وترتدي قميص المدرب في اليوم التالي. اعتقد ان عصام الحضري لابد ان يحافظ على نفسه، منتخب يعني، لابد ان يحافظ على نفسه ويحافظ على اسمه، وهو يستعد وياخد تجارب ويستفيد. واعتقد ان ما لديه من خبرات سيجعله في الصفوف الاولى مبكرا في عالم التدريب اذا اراد ان يسلك هذا الطريق. ده اللي انا بتكلم فيه. اليوم السابع واخده تصريح احمد ناجي، عشان كده بسالك في قصه عصام الحضري. الكابتن احمد ناجي بيقول الحضري صاحب خبره كبيره ولكن التدريب له معايير اخرى. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا بقول لك هو عنده خبرات كلاعب وكحارس كبيره جدا، عظيمه طبعا، واعتقد الخبرات دي هتساعده في النضوج مبكرا كمدرب وهترفع من اسهمه كبيرا. اللي يقعد طول المرحله دي ويحافظ على نفسه، اعتقد ان احنا نفسنا عصام الحضري يصنع لنا يعني 20 عصام الحضري في مصر بهذا الشكل يعني. لكن لابد ان ياخد وقته وياخد فرصته وينضج، ده مهم جدا يعني. بالظبط. عايز اروح للانجاز الكبير اللي مصر حققته في دوره الالعاب الافريقيه يا استاذ وسي، حوالي 273 ميداليه متنوعه، ده انجاز فريد من نوعه في الحقيقه، ويدي اطمئنان للمرحله المقبله قبل اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله نتمنى ان احنا نحصد فيها اكبر كم ممكن طبعا ميداليات. بتشوف الانجاز ده ازاي؟ انجاز يقترب من مرحله الاعجاز. حلو. انجاز لابد ان نقف امامه، انجاز لابد ان يحمل منا تقدير لمن حققوه، انجاز يعني يجعلنا كما قلت مطمئنين على مستقبل الرياضه المصريه. ان احنا مصر دايما يعني ليها الرياده، مصر ليها التفوق، مصر ليها التميز، وده طبيعي جدا بالنسبه لمصر. ان هي تكون في المركز ده، تكون في الموقع ده، تكون في المكان ده. لما تحقق 273 ميداليه، رقم قياسي غير مسبوق منذ انطلاق دورة الألعاب الأفريقية عام 1965، أعتقد أن ده شيء عظيم جدا لمصر، شيء نفخر به كمصريين. وإيه والبطولة مقامة خارج أرضك. دايما لما تكون البطولة على أرضك وتفوز بالبطولة، فده بيكون متاح لك أنك بتشارك بأكبر عدد من الرياضيين. فكون أنك أنت البطولة مقامة خارج أرضك، مقامة في المغرب، وأنت تتفوق بهذا الشكل وبشكل ساحق على أقرب منافسين ليك نيجيريا الثاني وجنوب أفريقيا، وتكاد ميدالياتك الذهبية يعني أكثر من مجموعهما معا، فده شيء على أن الرياضة المصرية في مكانة وباقي الدول الأفريقية 52 دولة في مكانة أخرى. فتحية للاتحادات الرياضية، تحية للاعبين الموهوبين اللي بيشتغلوا تحت الظل وبدون أن يراهم أحد وبدون ان يهتم بيهم احد بالشكل الكافي يعني، وبدون ان ينالوا التقدير الاعلى رغم ان ما فيش اي اضواء عليهم غير الاضواء، وبدون ان ينالوا التقدير المال الذي يليق به بالظبط، صح، حتى بعد ما بيحققوا الانجازات. لا بس بيبقى في تقدير من الدوله، بس مش بالشكل الثاني اللي موجود مثلا في العاب ثانيه زي قصدك بمقارنه بالكره يعني، كره القدم يعني. طبعا الكره دي حاجه الاساس، بس على الاقل يا جماعه الناس دي كلها اهتمام. اكيد اكيد. يعني اللاعب من ده، انا لما الاقي في لعبه معينه في تنس الطاوله مثلا، لما الاقي اللي واقفين على المنصه في الثلاثه من مصر، الفضه والذهب والبرونز، فدي حاجه عظيم ودي اتكررت كتير. لما الاقي فتاه في السباحه هانيا مورو بتاخد 4 ذهبيات، لما الاقي ساره سمير، لما الاقي ابطال رفع الاثقال محمد ايهاب وعدد كبير جدا من مجموعه رفع الاثقال خد 3 ميداليات ذهبيه، كل دي حاجات عظيمه، كل دي حاجات محترمه. لما تحقق اكثر من 102 ميداليه لاول مره في التاريخ، غير مسبوق ان حد جاب الرقم ده، فده شيء عظيم جدا يستحق عليه التحيه والتقدير، ويدفعنا الى الاهتمام بهذه الالعاب، لان هذه الالعاب بتعبر عن قوه البلد، بتعبر عن حضارتها، بتعبر عن تفوقها، بتعبر عن تميزها. الاهم من هذا الانجاز اللي احنا حققناه ان نواصل مسيره اللعبه، مسيره الانتصارات ان شاء الله في 2020 في طوكيو، ويكون عندنا علم مصر موجود هناك باذن الله ان شاء الله. يا استاذ اوسي انا بشكرك جدا وبسعد دايما ان حضرتك بتبقى معايا في الحلقه، يعني ان بتبقى بتديها معلومات كتيره واثاره، والناس بتبقى متشوقه جدا لحلقه يوم الخميس بالتحديد. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا استاذ امير، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين، يا رب تكون الحلقه عجبتهم. نورتنا يا استاذ اوسي والله، نورتنا. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، ان شاء الله الحلقه الجديده هتكون يوم السبت القادم، واسبوع جديد من هذا البرنامج. استنونا ان شاء الله، الى اللقاء.